بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الفل. النهارده ان شاء الله معانا ام جي ار اكس 5 موديل 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. عملنا الكراسي زي ما حضراتكم شايفين جملي واسود. ده تصميم 3 دي بالمكنه الكمبيوتر. وعملنا الارضيه جلد برضو. الفرش الكراسي خدنا وما اتكلمناش. بسم الله الرحمن الرحيم. العربيه دايره، مفيش اي لمبه منوره، مفيش اي حاجه خالص. عربية ما شاء الله عامله 5000 كيلو. ربنا يبارك لاصحابها يا رب، اللهم امين. الفرش بقى، ركز في التورنات، ركز في التفاصيل، في التكسيم، في كل حاجه انت عايز تقولها في التصميم ال 3 دي. التصميم ده خياطه مش مكوى، مش لسع. المكوى التصميم اللي بيتعمل بالمكوى مع الحراره بيفك، انما الخياطه عيش حياتك. باين في الفيديو قدامك ان هو مجسم طبعا على الطبيعه. ركز في الدورنات، شوف البونت لو معوج، شوف العضعضه، شوف اي حاجه من الحاجات دي. انا هجيب لك حاجه حاجه. بص، كان العربيه قدامك بتتفرج عليها، مفيش فرق، كل حاجه على وضعها. التكسيم ده، الفرش الاصلي راكب تحت ده، تشيل ده في اي وقت هتلاقي الاصل تحتيه زي ما هو وسليم، مش متقطع، مش متخرم، مفيش اي حاجه. ركز في الدورانات، ركز في تفاصيلك، عيش حياتك. الدوران ده برضو مخدع، مخدع حتى فتحه مخدع النص، مفيش اي كسر، مفيش عضعضه، كل ده متخطي يدوي برضو بطريقه معينه. فتحات الاحزمه ما شاء الله، الفرش حلو والتصميم شيك عاجبني. في تصميمات كتير قوي، انت حتى لو انت عايز تصميم معين بنعمله لك. لو عايز تكتب اسمك هنكتب لك اسمك على الفرش. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الغرزه في الدوران في المخدع، مفيش اي حاجه. المخدع ده انا بركز في الدورانات وبقول لك بص عليه على طول في كل عربيه، عشان المخدع بيبقى الدوران البنط بيتعوج فيه، الدوران بيضايق شويه في الخياطه، بس الحمد لله بفضل الله على قد ما نقدر. مش هقول 10/10، 9/10. مفيش فروقات، مفيش اي حاجه خالص. ام جي ار اكس 5 موديل 2021. اسف لو طولت عليكم طبعا. شكرا لمتابعتكم، واتمنى تتابعونا على طول، ما تزهقوش مننا. اشكركم شكرا جزيلا. السلام عليكم.